جلسة جديدة للبرلمان غدا بلا انتخاب رئيس، وخلاف الكتل السنية يطيل شهور المنصب. العراق يحقق بسقوط الطائرة المسيرة التركية، وأنقرة تؤكد التنسيق مع بغداد لكشف الملابسات. منتصف العام المقبل موعدا للشروع بطريق التنمية، والعراق يجدد التزامه بخطط أوبك النفطية. نؤكد على أهمية وقف إطلاق النار فورا وتمكين العاملين الإنسانيين من القيام بمهامهم. لابد لحملة التطعيم أن تنجح. تتابعون أيضا، مجلس الأمن يجدد دعوته لوقف النار في غزة، وحصيلة شهداء المجازر تواصل الارتفاع. أهلا بكم. يستأنف مجلس النواب جلساته يوم غد، إذ سيشهد جدول أعمال الجلسة قراءة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين، بما في ذلك مشروع قانون التحكيم. وبحسب جدول الأعمال، فإن الجلسة تتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لمجلس السرطان، وقانون حماية الملكية الفكرية والانضمام لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. كما يتضمن الجدول مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التحكيم. نفى السياسي العراقي مشعان الجبوري حديث محمود المشهداني بشأن توقيع الكتل السنية المكونة من 55 نائبا على دعمه لرئاسة البرلمان. الجبوري وفي حوار خاص مع غزوان جاسم أكد أن التوقيع كان لتقديم مرشح جديد المتمثل بزياد الجنابي. ماكو واحد من ال 55 وانا مسؤول عن كلامي. يعني يدعي محمود المشهداني يدعي ال 55 فوق الثمانية، ال 55 وقعوا لزياد الجنابي مو له، مو صحيح. دق توقيعات بالبيت السني، ماكو غير هالتوقيع. سالم وقعوا له، بس ارجوك لا ما وقعوا له، لا 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 مو صحيح، لا لم يوضع توقيع الحلبوسي بصفته زعيم للتقدم، ولا توقيع ابو مازن، ولا توقيع جمال الضاري، ولا توقيع خالد العبيدي، إلا على دعم مرشح واحد إضافي. والورقة عندي موبايلي، تريد تطلعها ما عندي مانع، مو تطلعها تطلع عليها ما عندي مانع. أي كلام آخر مو صحيح. الأخ محمود المشهداني مع الأسف بالطريقة اللي اتصلوا بيها على التليفون وبالطريقة اللي جاوب عليها، بالنسبة إلي أنا أعتبره أما كان يعني ذاكرته صاير بها شيء، ما يصير عيب هذا الكلام. بين بطء بالتسارع تارة وبين التوقف تارة أخرى، تراوح عجلة التشريع داخل البرلمان، مرة بفعل الجدل حول نوعية القوانين، وأخرى نتيجة الخلاف حول تداعياتها. هذه العراقيل نتابعها مع الزميل مصطفى علوش في تقريره التالي. ما إن بدأ الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب حتى تزامنت معه العديد من المناسبات الدينية والاجتماعية والتي توقفت بظلالها عجلة التشريع، ومع عودتها للدوران خلال الأيام المقبلة تؤكد أوساط سياسية ضرورة تعويض هذا التلكؤ وإنجاز القوانين المهمة. يعني أعتقد هذه الدورة البرلمانية ربما أصابها شيء من الضعف في موضوع يعني تعديل القوانين أو إقرار القوانين وحتى تمرير القوانين. هنالك حقيقة بلغة قياس الأثر التشريعي وفقا للغة الأرقام، أعتقد كانت هذه الدورة البرلمانية لم تحقق يعني إمكانية يعني بلغة الأرقام بتمرير القوانين أو بتعديلات القوانين أو حتى في حسم القوانين الاستراتيجية المحورية. فيما تدعو أوساط شعبية للتوجه نحو القوانين المهمة التي تشكل تماسا مباشرا مع حياة المواطنين، وترك القوانين الجدلية التي تمثل مصلحة شخصية، خصوصا وأن الدورة البرلمانية الحالية لم يتبقى في عمرها التشريعي من الوقت سوى عام تقريبا.
هناك قوانين مهمة جدا تخص المواطن، هم البرلمان أعضاء البرلمان جميعهم جاوا عن طريق المواطن، وأعتقد إنه عليهم واجبات إنه إرضاء هذا المواطن اللي انتخبهم، ومواطن اللي انتخبهم أكو قوانين كثيرة تخص لم يتم تشريعها ولم يتم التصويت لها، وأتمنى من الأخوة بالبرلمان إنه لا يظلون إنه يأخرون الشغلات المهمة، أكو المهم وأكو الأهم. فالمهم لابد وأن يكون في البداية لأن يكون التصويت عليه بأسرع وقت في سبيل إنه على مود تكون هذه المرحلة التشريعية اللي موجودة عندهم مرحلة ناجحة وتحسب لهم. والملامح التعطيلي أيضا في عمل السلطة التشريعية وتأخر القوى السياسية في اختيار رئيس للبرلمان بسبب الصراع المكوناتي على هذا المنصب. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. يعود ملف العفو العام لتصدر المشهد مع كل انعقاد لمجلس النواب، إذ يشكل هذا القانون هاجساً لدى العديد من العوائل التي يمكث أبنائها في السجون، فيما يمثل ذات القانون جملة من المخاوف والمحاذير لدى قوى سياسية وشعبية. على قناتكم نطالب دولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد الشياع السوداني، كما ونطالب جميع الأحزاب بأن ورئاسة البرلمان أيضا بأن يمرروا هذا القانون، قانون العفو، وأن يوقعوا عليه ويصادقوا على هذا القانون، لأنه الموجودين حاليا في السجون هم أبنائهم، هم أبناء العراق. يعني نالت من حرية الإنسان وكرامة الإنسان. السجون بيها أنا أقول 90% ناس مظاليم والباقين مجرمين. إحنا من دافع عن المجرمين؟ المجرمين خلي يأخذون جزاءهم لأن هم اختاروا الطريق. كل العراقيين وعلى رأسهم البرلمان العراقي والحكومة العراقية، وذلك بفتح صفحة جديدة مع هذه الشريحة من المكون، وذلك لكي تكون نقطة إيجابية تدلل على التعايش السلمي في هذا المجتمع. تمكنت القوات الأمنية من قتل 14 إرهابيا بينهم قيادات بعصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار. بيان للعمليات المشتركة أكد أن العملية تمت وفق إنزال جوي لقطعات محمولة وتنسيق استخباري من التحالف الدولي، لافتا إلى أن العملية أدت إلى قتل 14 إرهابيا بينهم قيادات مهمة من الصف الأول لعصابات داعش، فضلا عن تدمير جميع المضافات وما فيها من أسلحة وأعتداء ودعم لوجستي وتفجير عدد من الأحزمة الناسفة تحت السيطرة. علق المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كاتشالي على سقوط طائرة مسيرة تركية في محافظة كركوك، مؤكدا التنسيق مع السلطات العراقية للكشف عن ملابسات الحادث. وقال كاتشالي عبر حسابه في منصة إكس إن تركيا بدأت التنسيق مع السلطات العراقية للكشف عن ملابسات الحادث، مؤكدا أن بلادها ستستمر في مكافحة حزب العمال الكردستاني. وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت البدء بالتحقيق في أسباب سقوط الطائرة المسيرة التركية وملابساتها. وقالت القيادة في بيان أن خط سير الطائرة كان باتجاه وسط المحافظة بما يحتويه من مقرات حكومية ومراكز اقتصادية مهمة وأهدافا حيوية، مشيرة إلى تشكيل فريق عمل فني من الأدلة الجنائية والدفاع الجوي وملاكات الطائرات المسيرة لغرض معرفة أسباب سقوطها وملابسات الحادث. سجلت أجواء العراق انتهاكا تركيا جديدا، طائرة مسيرة وصفت أول الأمر بالمجهولة لتعلن عقب الأنباء المتضاربة لتركية الهوية. شهود عيان قالوا لمراسل الرابعة مهند التميمي في كركوك أن هذا الخرق ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير ما لم تضع الحكومة العراقية حدا لتلك الخروقات. مرة أخرى يسجل العراق انتهاكا صريحا لسيادته من قبل النظام التركي بمسيرة نوع أنكا
أعلنت الدفاعات الجوية العراقية إسقاطها وسط مدينة كركوك وتحديدا في منطقة 90 دون خسائر في الأرواح، يقول شهود عيان. والله اللي صار عني هذا بيت ابني، أنا بيتي قريب منه تقريبا في 200 متر، واقف بالباب شفت اكو انفجار صار بالجو، فتكتله من اللهب وقعت، فجيت اطمن عليهم انا لقيت الطائره واقعه، طائره مسيره طلعت واقعه على السياج مال البيت، جزء من على الرصيف وجزء داخل البيت، بس الحمد لله في منطقه خاليه. يعني استيقظت مدينه كركوك على حادث انه طائره مسيره تنفجر في اجواها وتقع على احد المنازل، طبعا مثل ما صورتوا هذا المنزل اللي وقعت عليه الطياره، طبعا جزء من الطياره وقع على السياج الخارجي وجزء منه الثاني داخل المنزل. الله ستر العائله كانت والاطفال نايمين على غرفه قريبه عن السياج، استيقظوا الاطفال على صوت انفجار قوي ونار لاهبه، الحمد لله والشكر لا توجد اضرار بشريه. ويرى مراقبون ان الحكومه في بغداد مطالبه بمواقف حازمه تجاه تكرار التجاوزات والانتهاكات للاجواء العراقيه من قبل تركيا، سيما وان دخول المسيرات الى سماء كركوك سيفاقم الازمه بين البلدين. وهذه الإشكالات يجب أن تحل بين الطرفين بين الجانبين، لا أن تكون هناك إرادة منفردة من قبل الجانب التركي بإسقاط صواريخ أو طائرات مسيرة على مجموعات مسلحة دون علم الجانب العراقي. وما حصل هذه وهذه السلسلة ما حصل اليوم لربما يكون أنه رد الصد لهذه المجموعة ولهذه الحركات، يمكن أن يكون هناك مراجعة من قبل الجانب التركي لعدم خروقات الجو العراقي، وهذا هو المتوقع وهذا هو المطلوب من قبل الجانب العراقي لحفظ السيادة العراقية. وما تزال تجاوزات النظام التركي تنتهك السيادة العراقية لتدخل كركوك مجال انتهاكاتها العسكرية بالمسيرات. من كركوك مهند التميمي، الرابعة. أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو أن القوات التركية تدخل لمناطق أربيل ودهوك عنوة. خوشناو وفي حديث لبرنامج من جهة رابعة ذكر أن تركيا تتوغل بعمق بعض أراضي الإقليم وتمارس سياسة التضييق المائي والاقتصادي على العراق. في مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني نهائيا، الاتحاد الوطني لا ينضم إلى هذا المسار الذي يؤيد توغل أي طرف أجنبي داخل الأراضي العراقية. وأكدنا كثيرا أن نعتقد بأن بغداد العمق الاستراتيجي. أما قضية موافقة حكومة الإقليم ودخول هذه القوات، أنا أقول بصراحة لا يجوز أن نعظم دور حكومة الإقليم بهذه الدرجة. حكومة القوات التركية تدخل إلى الأراضي العراقية في أربيل ودهوك عنوة عنوة وليس برضا حكومة الإقليم. حكومة الإقليم ليس لديها لا ناقة ولا جمل. ربما الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه نوع من التحالف مع الجانب التركي وقريب من الجانب التركي، وربما لديه عداء مع العمال الكردستاني ويتلاقى مع هذه الأجندات، لكن أن تأخذ تركيا تأخذ موافقة أربيل أنا لا أرى ذلك صراحة. هي تدخل بطريقة ناعمة وخشنة في نينوى، في أربيل، في دهوك، في كركوك، في سليمانية، ولديها أجندة واضحة بإدخال العراق للفقر المائي تارة ببناء سدود على نهري دجلة والفرات. طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية الحكومة المركزية ببيان موقفها من الانتهاكات التركية المتواصلة وتوضيح إذا ما كان هنالك اتفاق مبطن بين بغداد وأنقرة والبرلمان لا يعلم عنه شيء. عضو اللجنة أحمد الموسوي قال أن المذكرة التي سربت للإعلام ولم يتم التأكد من صحتها لغاية الآن تعطي الامتياز والصلاحية للجانب التركي بالدخول للأراضي العراقية وإقامة مركز التجسس، مشيرا إلى أن دخول الطائرة حاملة للصواريخ يمثل أقصى أنواع الانتهاك للسيادة العراقية. وصف عضو مجلس النواب علاء الحيدري توغل التركي داخل الأراضي العراقية بالاحتلال الناعم. الحيدري طالب الحكومة الاتحادية بإعادة النظر في الاتفاقيات التي وقعتها بغداد مع أنقرة بشأن العمليات على حدود البلدين قبل وبعد 2003 لمنعها من تنفيذ مساعيها لاحتلال جزء كبير من الأراضي العراقية، مبينا أن البرلمان سيكون له موقف وقرارات وتوصيات بشأن ما يجري من احتلال لمدن شمال البلاد. We'll be right back.
دعا عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظم الحكومة الاتحادية وهيئة النزاهة إلى متابعة أملاك وعقارات المتهمين بسرقة القرن خارج البلاد. الكاظم رأى من الضرورة مطالبة الدول التي لجأوا إليها سراق أموال الأمانات الضريبية بتجميد أموالهم ووضع اليد عليها لحين صدور قرار المحكمة المختصة بالقضية، مبينا أن القضاء الأعلى سيصدر أحكام غيابية في حال امتنع المتهمون عن الحضور إلى بغداد لغرض محاكمتهم. 60 دولة تربطها بالعراق اتفاقات تتعلق بمكافحة الفساد، حراك خارجي وزيه في الداخل العراقي، حراك مؤسساتي لقص أظافر الفساد. إلا أن نقص التشريعات والإزدال السياسي ما تزال العنصر الفاعل في إفلات المتهمين من العقاب. اتفاقات دولية وعربية تتعلق بمكافحة الفساد يمتلكها العراق مع أكثر من 60 دولة، عن طريقها تحرك لاسترداد كبار الفاسدين المتورطين بسرقة المال العام. فالنشاط الخارجي لعمل هيئة النزاهة في مشروع ضرب الفساد توسع كثيرا في الفترة الحالية وخرج من مساحته المغلقة بفتح الملفات ومطاردة السارقين، يقول مختصون. هيئة النزاهة يعني في هذه الفترة يعني تشكيل حكومة جديدة قفزت قفزات يعني كبيرة للأمام. لف الاسترداد يعتمد على الاتفاقيات الثنائية التي بين العراق وبين دول الملاذح. العراق عضو في اتفاقيتين دوليتين، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وهذه الاتفاقيتين تلزم الدول على التعاون مع العراق. دبلوماسيا الحكومة سارت بهذا الاتجاه أيضا مع دول عديدة قد تعتبر الملاذ الآمن لكثير من الفاسدين الهاربين، من خلال تكوين علاقات مشتركة معها تتضمن التعاون في ملفات كثيرة أبرزها تختص بمحاربة الفساد وتبادل تسليم المطلوبين للقضاء. فما بين الصداقات الدولية والتعاون المشترك يتم التعويل حكوميا على جلب جميع المطلوبين للقضاء. الآن الحكومة عاملة بجد وتعمل على من خلال القنوات الدبلوماسية على يعني عمل على استرداد الهاربين، وأعتقد العديد من عندهم أو العشرات قد استطاعت هيئة النزاهة باستردادهم، والآن هم داخل السجون للتحقيق معهم. ونعتقد أنه بدأت يعني بخطوات حقيقية، لكن نحتاج شجاعة أكثر بعد باسترداد كبار الهاربين وسراق المال العام. اعتمادا على الاتفاقات وطبيعة العلاقات الثنائية المشتركة، ذهب العراق في عملية استرداد السارقين المطلوبين للقضاء الهاربين في الخارج ضمن خطة مكافحة الفساد التي تعمل عليها الحكومة الآن. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف أن مواطني كردستان العراق يدفعون ضريبة الخلافات المستمرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بما يتعلق بصرف رواتبهم. رؤوف وفي حديث للرابعة أشار إلى وجود نظام بايومتري يحصي جميع أعداد موظفي ومتقاعدي كردستان العراق. منذ 2014 هذه الأزمة مشكلة موجودة، و لم يتمكنوا الوزارتي المالية في حكومتين الاتحادية والإقليم من حلها، ويدفع المواطنون والموظفون والمتقاعدين في إقليم كردستان ضريبة هذه الخلافات سواء كانت سياسية أو تقنية أو إدارية. وهذه ما ذكرت أنت بخصوص وجود أسماء وهمية، نحن في إقليم كردستان لدينا نظام بايومتري، وأشرف عليه السيد قباط طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان على نظام البايومتري، وأدخلت جميع الأسماء الموظفين والمتقاعدين في نظام الحاسوب، وليس هناك يعني أسماء وهمية. هناك مشكلة المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان وموجودين قسم منهم في الدوائر الدولة، فهذا في بغداد يعتبر هذا
وهمي. كثير من هذه المشاكل يحتاج إلى الحل بالحوارات، ولكن نحن لدينا قرار محكمة الاتحادية يجب أن يدفع كل 30 يوم رواتب الموظفين في إقليم كردستان كباقي محافظات الأخرى العراقية. نعم. نحن في إقليم كردستان والعراق سواسية أمام القانون والدستور. مع الأسف الشديد هناك نحن نقترب من الشهرين ولن يستلموا الرواتب الموظفين في إقليم كردستان. يعني هذا إجحاف وظلم كبير. إذا كان هناك خلافات أو أي شيء آخر يجب أن واضح. يتعامل بالطرق القانونية وليس. بالمقابل رحب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية بريار رشيد بتشكيل لجنة مشتركة بين المركز وإقليم كردستان لتصفية الخلافات المالية. رشيد أشار إلى أن تلك اللجنة ستقضي على التصريحات المتضاربة والمتناقضة بين بغداد وأربيل وتجعل التنسيق بين الجانبين بمستوى أكبر وأوضح، بالإضافة إلى الحفاظ على ديمومة الحوارات ووضع الحلول المناسبة لها قبل أن تتعقد وتتوسع كما كان يحصل في السابق. استمرار تأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق دفع حكومة بغداد لتشكيل لجنة مشتركة مع الإقليم، الهدف منها معالجة هذا التأخير وإيجاد حل نهائي للأزمة. تفاصيل أكثر مع مراسل الرابعة أبو طالب البحية، نتابع. شد وجذب وتصريحات متناقضة وغياب للبيانات المالية المتناسقة بين وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم من جهة ووزارة المالية الاتحادية من جهة أخرى. أدى كل ذلك مجددا لتأخر رواتب موظفي كردستان، أمر دعا رئيس الوزراء الاتحادي لتشكيل لجنة مشتركة تضم المعنيين، هدفها تخفيض حزم المشكلات ومد شريان التنسيق المالي والإداري بين الطرفين بمزيد من فرص الحلول. الجهات المتنفذة في بغداد ليست متناغمة، لا تشترك في نفس الرؤية، في نفس المواقف تجاه الإقليم والسلطات فيه والأحزاب الحاكمة فيه، وبعضها في تصوري لا يحب أن تنجح حكومة السوداني في حلحلة ملف استعصى على الحكومات السابقة. لقاءات بغداد الأخيرة بين الماليين في الحكومتين أفرزت عن صرف رواتب شهري تموز وآب المتأخرة في خطوة يأمل منها الموظفون والمتقاعدون في الإقليم أن تستمر دون عوائق. يجب أن لا يكون اتفاق سياسي، وإنما هذا التفاهم هو تفاهم من أجل تطبيق القانون في العراق وأقليم كردستان. هذه الملفات يجب أن لا تدخل بها الجانب السياسي، وعليه أنا لاحظت بأنه وصلنا لهاي المرحلة بأن الحكومة تريد أن تسيطر على جميع الملفات القانونية لحقوق المواطنين، وهذا شيء مهم. وفيما يرجعه البعض في تعطيل أرزاق المواطنين لأسباب سياسية، فإن آراء أخرى تنفي ذلك، مشيرة إلى وجود عوامل تقنية في قوائم الموظفين. من أربيل، أبو طالب البحية، الرابعة. جددت الجبهة التركمانية التأكيد على تعرضها للتهميش في حكومة كركوك المحلية. المتحدث باسم الجبهة محمد سمعان أشار إلى أن الجبهة تنتظر من رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إبداء رأيه بإقصائها وتهميشها، مؤكدا أن المكون التركماني يتعرض إلى التهميش منذ أكثر من 20 عاما. كشف الاتحاد الوطني عن تخصيص 18 منصبا للجبهة التركمانية في كركوك. القيادي في الحزب غياث السورجي قال إن عدد تلك المناصب مقارب لما خصص للعرب والكرد رغم قلة عدد مقاعد الجبهة في مجلس المحافظة، مشيرا إلى أن الحصص المخصصة للتركمان ما زالت شاغرة بسبب رفضهم المشاركة في الجلسات وانتظارهم لقرار المحكمة الاتحادية بشأن انتخاب الحكومة المحلية.
المهلة التي حددها مجلس محافظة المثنى لتقييم أداء المحافظ أوشكت على الانتهاء، وما زال المواطن ناقما بسبب تراجع الخدمات وعدم تنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجاته. تفاصيل أكثر نتابعها في تقرير سجاد العطية. يقترب الأول من أيلول، وهو الموعد الذي حدده مجلس محافظة المثنى لتقييم أداء الحكومة المحلية بعد منحها إياها مهلة 100 يوم لتنفيذ برنامج عملي يلبي احتياجات المواطنين. ومع اقتراب نهاية المهلة تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان المحافظ سيبقى في منصبه أو سيتم استبداله. نحن كأعضاء مجلس المحافظة غير مقتنعون بالمستوى اللي وصلت له المحافظة حاليا، خصوصا مضى 7 أشهر من عمر الحكومة ومقبلين على الربع الأخير من هذا العام، وهو ربع عمر الحكومة اللي هي 4 سنوات. بالتالي تم تشكيل هذه الكتلة، وذلك لإعادة النظر وتصويب بعض النقاط والتلكؤات في المحافظة والوقوف عليها. يعبر العديد من المراقبين عن خيبة أملهم من الأوضاع الحالية في المحافظة، حيث يشير هؤلاء إلى أن المواطنين لم يعودوا مهتمين بالصراعات السياسية أو تكوين التحالفات، بل أصبح همهم مركزا بشكل أكبر على تحسين الخدمات العامة التي تدهورت بشكل ملحوظ. أي تحالف هو يصب مصلحة المحافظة احنا نأيده ونشجعه، ما نتبع شخص أو جهة حكومية أو فلان حكومي، نريد يعني الشخص اللي يخدم المحافظة. لاحظنا هناك تحركات في الناصرية واليوم في المثنى، نتمنى أن تكون مصلحة المواطن هي الغاية في انتشال المحافظة من واقعها المرير إلى واقع خدمي أحسن، لا سيما والمحافظة تصنف من أفقر المحافظات والأكثر محرومية على مستوى العراق. ومع مرور الوقت دون تحقيق أي تقدم ملموس، تتصاعد الضغوطات على الحكومة المحلية لإظهار النتائج الملموسة. وفي حال لم يكن هناك تغير حقيقي، قد يشهد الشارع السماوي تحركاً أكبر للمطالبة بالإصلاحات الضرورية بحسب مراقبين. من المثنى سجاد العطية، الرابعة. أكد محافظ ديالى عدنان الشمري استخدام مبدأ الشفافية بعملية توزيع الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة. الشمري خلال مؤتمر صحفي قال أن الحكومة المحلية ستتعاون مع مجلس المحافظة والتحقيق بعملية التلاعب التي يتحدث بها الشارع في المحافظة. الدرجات الوظيفية 7484 اللي هي شغل شاغل اليوم بشارعنا محافظة ديالى، تناقشنا مدى طويل بخصوص هذا الموضوع لإثبات الشفافية اتجاه أهلنا في المحافظة. تعرفون اليوم هاي الطبقات منذ أشهر طويلة تنتظر هذا الموضوع، وموضوع هو الشاغل اليوم اتجاه هذا الموضوع. إذا كان أكو تلاعب شخص واحد داخل الحاسبة إحنا راح نكون مسؤولين. شكلنا لجان تحقيقية، الإخوان أعضاء مجلس المحافظة راح يكونون وبرأس اللجنة التحقيقية، الإخوان أعضاء مجلس المحافظة راح يكون مساهمين ويانا وبمتابعة هذا أدق التفاصيل. لمدة أسبوع أو 10 أيام أو أسبوعين راح نحقق هذا الشيء ونتأكد من عنده حتى نثبت الشفافية. موضوع الدرجات دائما رسالتنا أن تكون في شفافية واستقلالية كاملة، أن يبتعد الموضوع السياسي سواء كان مجلس المحافظة أو ديوان المحافظة في التدخلات فيما يخص الضوابط والتعليمات. مهمتنا أن تصل الدرجات باستحقاق كامل وبشفافية كاملة من قبل مجلس المحافظة ومن قبل ديوان المحافظة لأكثر شريحة في محافظة ديالى. أعلن وزير النقل رزاق محابس السعداوي أن منتصف العام المقبل سيكون موعداً للبدء بمشروع طريق التنمية. وقال السعداوي أن الاجتماع الأول الذي عقد في أنقرة بين العراق وتركيا وقطر والإمارات بحث الجدوى الاقتصادية والمسارات النهائية للطريق. كذلك بحثنا طرق أو آخر ما توصلت له نسب الإنجاز لمشروع طريق التنمية داخل العراق، ابتداء بالمكون الأول للمشروع وهو ميناء الفاو الكبير، وأيضا نسب الإنجاز لمشروع طريق التنمية التي تصل في السكة الحديدية. مخططات أو الأولية للمشروع وصلت 100%، والمخططات الأولية للطريق السريع 75% أو التصاميم الأولية، وأيضا فحوصات التربة تمت 100%، المصادقة على المسار النهائي أيضا،
وكذلك دراسة الجدوى الاقتصادية النهائية إن شاء الله. نحن بصدد أو في الأيام القريبة القادمة أو الأسابيع القادمة سيتم الشروع بالتصاميم النهائية التفصيلية للمشروع، وسيتم الإعلان عن المقطع الأول للمشروع إن شاء الله في منتصف عام 2025. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني التزام العراق في إنتاج النفط وفق السياسات العامة والخطط التي تعتمدها دول أوبك. السوداني وخلال استقباله الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك هيثم الغيص، أشار إلى أن العراق بوصفه إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في المنظمة يعلن دوما التزامه بالسياسات العامة للخطط التي تعتمدها دول أوبك فيما يخص الإنتاج أو ما يتم تحديده في إطار اتفاق أوبك بلس. بعد زيارة التي أجراها رئيس الوزراء إلى ذي قار، عبر مواطنون عن تفاؤلهم باستئناف العمل بأغلب المشاريع المتلكئة والمتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة تخدم المحافظة. تفاصيل أكثر مع مراسلة الرابعة هناك نور صادق. تتسع رقعة الإنجازات الحكومية لتصل إلى محافظة ذي قار، إذ افتتح رئيس مجلس الوزراء العديد من المشاريع الخدمية التي كان أبرزها ملعب الإدارة المحلية ومستشفى البطحائي والمرحلة الأولى من مدينة أورا السياحية ومشاريع أخرى خلال زيارته الأخيرة إلى المحافظة. بالتأكيد ما شهده محافظة ذي قار الآن في هذه الفترة هو افتتاح الكثير من المشاريع والكثير من القضايا تتعلق بالبنى التحتية، بالتأكيد هذا ممكن يعني يولد لي نوع من التفاؤل حسن بعد ما كانت المدينة بصراحة من المدن اللي ضمن مدن المنكوبة. الآن المشاريع الاستراتيجية اللي حصلت عليها الحكومات المحلية المتعاقبة على إنشائها الآن بدأت تترك أثرها على نوع الخدمات من خلال بناء والطرق. أبناء الناصرية بدورهم رحبوا بزيارة السوداني وعدوها زيارة مثمرة ولها انعكاسات إيجابية من خلال إطلاقه العمل بمشاريع جديدة، مطالبين بالوقت نفسه بمتابعة المتلكئة والمتوقفة عن العمل وإيجاد حلول لها. استحداث صندوق إعمار محافظة ذي قار وتمويل المحافظة بموازنات يعني مالية تقريبا نوعا ما نلمس هنالك في عموم مناطق محافظة ذي قار نسب إعمار يعني في كثير من المشاريع منها استراتيجية ومنها أيضا بنى تحتية. أعتقد هذا أعطتنا إحنا بارقة أمل أنه نطمح للمزيد يعني خلال السنوات المقبلة. يعني المحافظة كانت يعني شوية شوارعها تعبانة من حيث الخدمات ماكو، هسه لا والله نعمة يعني زينة، جسور سووا، شوارع زينة، خدماتهم زينة، وشوية شوية أعمار هواي جاي جديد والله جاي يشوفون جسور جاي يسوون جدد والله زين. وبذلك تشهد مدينة الناصرية أكبر عمليات الإعمار وبجميع الاتجاهات الخدمية المختلفة بعد سنوات من الإهمال عاشتها المحافظة. من ذي قار نور صادق الرابعة. لا يزال مرضى الأمراض السرطانية في نينوى يعانون من نقص العلاجات والأجهزة الطبية ما اضطرهم للذهاب إلى محافظات أخرى بحثاً عن العلاج. هذه المعاناة وثقها لنا مراسلنا هناك عمر القاسم نتابع. حرمت محافظة نينوى من الكبسولة المشعة لعلاج السرطان مدة 10 سنوات. الأسباب كانت أمنية بالدرجة الأولى عقب احتلال تنظيم داعش الإرهابي للمحافظة عام 2014. يقول مدير مستشفى الأورام في الموصل بأن تدمير الموقع الأصيل للمستشفى أخر توفير الكبسولة المشعة إلى جانب عدم وجود مكان لحفظ هذا العلاج. في السابق كانت محافظة نينوى محرومة من حصتها من هذه الكبسولة كونها من المواد المشعة المحرم دخولها إلى المناطق الساخنة بعد احتلال المدينة عام 2014. تماما لم تدخل هذه الكبسولة إلى محافظة نينوى لأسباب أمنية ومنها عدم توفر المكان المناسب لإعطاء الكبسولة بسبب تدمير المستشفى اللي الأصيل في الموقع الأصيل في الساحل الأيمن. هذه الكبسولة فتحها يكون هكذا راح تنفتح تخرج، حتى هذه تكون مرصصة حتى لا تخرج أي إشعاعات من الكبسولة. الكبسولة تكون هنا، هي عبارة عن كبسولة صغيرة بقدر حبة الحمص، يخرج
يبلع المريض الكبسولة، يبلعها، يأخذ بعدها جرعة من الماء. معاناة مرضى السرطان في نينوى لا تقتصر على توفير الكبسولات المشعة، فجهاز المعجل الخطي غير متوفر في ثاني كبريات المدن العراقية، ما يجعل المرضى يسافرون نحو المحافظات الجنوبية لتلقي العلاج هناك. يحدثنا هذا الرجل عن معاناة رحلة المصابين بالسرطانات نحو أمل الشفاء جنوب العراق. المرضى يعانون من الطريق بالدرجة الأولى، يعني يروح بنفر الرجال بالسيارات ويدفع مبلغ، ومن هنا لبغداد ومن بغداد على العمارة، وهو مرضى طبعا بالسرطان، هذا راح يتعب جهد، يعني يصير عليه كثير. وتشهد محافظة نينوى تقدما في ملف علاج الأمراض السرطانية من خلال توفير الكبسولات المشعة، إلا إنها بتراكيز منخفضة لعدم توفر البنية التحتية لحفظ ذات التراكيز العالية. من الموصل عمر القاسم، الرابعة. إلى مستويات غير مسبوقة ترتفع نسب الانتحار في البصرة. قصة فاضل واحدة من عشرات القصص المأساوية بسبب الضغوط الاقتصادية. تفاصيل ما حدث مع فاضل وثقها مراسلنا هناك أحمد رائد على لسان ذويه في هذا التقرير. بعد أن فقد الأمل في تحسين وضعه المعيشي وتنصلت الشركة الأجنبية التي يعمل فيها عن دفع مستحقاته المالية المتأخرة، أنهى فاضل حياته شنقاً، حادثة صادمة لمجتمعه وأسرته، وفقاً لشقيقه علي الذي يروي لنا تفاصيل حادث الانتحار بحرقة. صار لهم شهرين ما مطينهم رواتب، عندهم جروب تواصل بيناتهم، الأربعين عامل المتواجدين، واعتقد هسه بهم قسم موجودين ويا الحاضرين. زين؟ قال لهم أنا باكر راح أروح آخذ راتبي غصبا على الكل. ما يصير شهرين يا بمشي وياي، قال له لا ما أروح. لأن احنا عندنا من يجي لنا التبليغ نروح نستلم رواتب له. راح اليوم يستلم راتبه او يداعب راتبه، طردوه بصوره شنيعه، رجع للبيت متنرفز، علق روحه بسنسله، طاق روحه لاقينا طايح بالقاع بس اكو سنسله. هذا انا طبعا استجيت قبل للمستشفى، بعدين هم خلي يسمعون باقي التفاصيل. وهذا هو اللي قدامكم موجود بالثلاجه. العراق اصبح لي داعب حقه من مؤسسات كبيره او من ناس الى سلطه بنفوذهم يقدرون شلون يسوون. ليس فاضل وحده من أنهى حياته بسبب ظروفه المعيشية الصعبة، لكن قصة فاضل سلطت الضوء على الأثر المدمر للضغوط الاقتصادية على الصحة النفسية، ما دعا حكومة البصرة المحلية للتحرك جدياً والبحث لمعالجتها. أسباب حالات الانتحار منها الانحراف الفكري اللي يهجم على بعض محافظات الجنوبية ومنها البصرة، وكذلك أزمة العمالة اللي موجودة والظروف الاجتماعية كذلك. وإحنا حتى نكون واقعين وصريحين، هذه الحالات ليس في محافظة البصرة فقط، حتى لا نسلط الضوء عليها وتكون حالة سلبية موجودة في محافظة البصرة، بالعكس هذه الحالة موجودة في دول المنطقة وفي دول متطورة كذلك. وتثير حوادث الانتحار تساؤلات حول الحاجة الملحة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت الكثيرين لإزهاق أرواحهم، لتسجل محافظة البصرة أكثر من 20 حادث انتحار خلال آب الجاري. لقناة الرابعة أحمد رائد، البصرة. ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلسة جديدة للبرلمان غدا بلا انتخاب رئيس، وخلاف الكتل السنية يطيل شهور المنصب. العراق يحقق بسقوط طائرة المسيرة التركية، وأنقرة تؤكد التنسيق مع بغداد لكشف الملابسات. منتصف العام المقبل موعداً للشروع بطريق التنمية، والعراق يجدد التزامه بخطط أوبك النفطية. نؤكد على أهمية وقف إطلاق النار فوراً
وتمكين العاملين الإنسانيين من القيام بمهامهم. لابد لحملة التطعيم أن تنجح. تابعتم أيضا في نشرتنا لهذه الساعة من الرابعة، مجلس الأمن يجدد دعوته وقف النار في غزة، وحصيلة شهداء المجازر تواصل الارتفاع. إذن مشاهدينا الكرام، قدمنا إليكم نشرة خبرية تفصيلية من الرابعة، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى